أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة، نقدمها لكم مباشرة من هنا من ثانوية ابن الخطيب بطنجة والمحسوبة على مقاطعة أسواني، لرصد أجواء العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم على الساعة 8 صباحا. سوف نرصد لكم الأجواء، أجواء الانتخاب كما تشاهدون من ورائي هناك إقبال لا بأس به، حيث كما هو معلوم أزيد من 356 ناخب وناخبة بمدينة طنجة سيتوجهون اليوم لاختيار الحزب أو الذين سيمثلهم في المجالس الجهوية والمحلية بمدينة طنجة. ابقوا معنا كي نرصد لكم الأجواء عشية اليوم، عشية انتخابات المحلية والجهوية الأولى من نوعها بعد دستور 2011. ابقوا معنا. كيفاش جاتك العمليه الانتخابيه؟ العمليه الانتخابيه جازت في احسن ما يرام، الحمد لله، اللهم لك الحمد، كل شيء متول، كل شيء معوض. على من صوتي؟ هو هادشي هذا اللي صوتنا عليه، هذه بوحدي هذه شخصيه مخفيه. شنو الحبيبه؟ صوتي اليوم؟ درتي الواجب الانتخابي ديالك؟ لا هي صوتت افنتي. وكيجاتك الاجواء؟ لا مزيانه سيدي، ديالي حنا فرحانين بزاف، اي والله لا هادشي فرحانين به، عاد ما كيعملوا هادشي، عاد ما عاد ناس تكون، لا حنا فرحانين بزاف، ناس تقول لي هيدا متولين، رجعنا مؤدبين وقاريين، وبداو كيقراوا وليداتنا ويفهموا، وبداو متولين والدنيا رجعت زاله. عاونت ناس كتانزا انت نشتيها كفنيا من يوم عدله الدنيا ورجعت فينا. الله ينصر سيدي. حاجه اول مره كتصوتي؟ لا يا ودي صوتنا واحد بلاعي ما خلينا على من اكثر، انا من اللي خلقت من اللي خرج هذا التصويت وهذه هذيك، وحنا اللي قالت الاستعمار بداو كيعملوا هذا التصويت ديكتور حنا كنصوتوا. انت كشاب شنو كتوقع، شنو كتمنى انه ينتج على هذا العمل الانتخابي؟ هو كنتمنى ان شاء الله يكونونا داك الشيء هذاك اللي كان اللي وعدونا به ان شاء الله، ونزيدوا ندشنوا هذه المدينه هذه ان شاء الله ونزينوها ونزيدوا القدام ان شاء الله. شنو كتطلب من العمده، الى العمده الجديد اللي غادي يطلع من المدينه، شنو كتطلب منه؟ نطلب منه غير يكون رويجه لهيدا ويمشي على الكلمه ديالو وصافي. سما صوت ان شاء الله. الحمد لله كاين مساعده، كاين مساعده احسن من العيمان اللي فاتوا الاخرين. فاش احسن؟ فاش احسن؟ شنو جاك احسن في هذا العمل الانتخابي؟ كاين سهوله، فهم، ما تضيعش الوقت، يعني كتجي كتاخذ كنت في مكتب الارشادات كيساعدوك كتفي ديريكت دغيا. وكيجاك الاقبال؟ الاقبال كاين الحمد لله، الشباب وعى، كاين واحد الكثافه، اقبال الشباب زعما شنو نقول لك، احسن من اللي كنا كنشوفوا شحال هادي. وكنتمنى يكون المغرب غادا ان شاء الله يكون يمشي قدام. شنو كتمنى انه يتحقق في طنجه من بعد هذه الانتخابات؟ انا ما كنتمناش طنجه، كنتمنى المغرب كامل. ولكن طنجة كنتمنى تكون واحد المبادرة، مبادرة كتجي دائما من صاحب جلالة، الله ينصره، دائما كتجي من صاحب جلالة، حنا نتمنى ما تبقاش يكون شي صاحب جلالة، حتى المسؤولين يكونوا واعيين على خطوة صاحب جلالة الأخيرة، ركز عليها على الشباب، ودائما كيركز على الشباب، وحنايا دائما مع صاحب جلالة. شنو هو الفرق ما بين الانتخابات شحال هذه والفرق دابا؟ العام نظمه، ما كاين صداع، ما كاينش هنا، مش هنا، مش هنا، اما شي واحد اخر ضاع عليهم. شنو كتوقع الحزب اللي طلع في طنجة؟ اتوقع العدالة. الله اعلم. إذا مشاهدينا كنتم معنا مع هذه النافذة التي نقلنا لكم من خلالها أجواء الاقتراع من هنا من ثانوية ابن الخطيب بمدينة طنجة. الإقبال عشية اليوم كان لا بأس به، خاصة بعد انتهاء صلاة الظهر، وأيضا بعدما انخفاض درجة الحرارة هنا بالمدينة. إذا مشاهدينا ساعة ونصف تفصلنا عن نهاية الاقتراع لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات المرتقبة الإعلان عنها ليلة اليوم حسب بلاغ لوزارة الداخلية. أجواء أيضا فرز الأصوات ونتائجها سننقلها لكم أيضا وسنواكبها على قناتكم زومسات تي في بطنجة.